تلفزيون اشتريته باسم الدولة حطيته كل شي برطي جيرته انكلود تنظيفه شو عايش على الاهمال يا بطلع حرامي يا بطلع دجال والسجن مضغوط وما في شي مزبوط وما تعرف طول عدي لي كارتي بري بري بروا بروا انت بروا بريتا 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 بري ما بنعرف عنه إلا أنه مجرم مذنب أزعر وغلطان، وبعد 12 لبناني غاضب، وبعد ما هربت شهرزاد من بعبدة استطاعت المخرج والممثل زينة دكاش تغيير هالمفهوم وخلق فرص جديدة بالحياة للسجنة المنسيين وراء قضبان الحديد. ورحلتها الأخيرة على سجن رومية أنتجت جوهر في مهب الريح اللي تم عرضه على مسرح المدينة. ولو ما حدا بدي يولع لخيو طفيلي ما بيكفي شي حد نايع شي حد للسيجارة كمان بدي اشحط الشحطة ما هو لو اهلي بيجوا بيزوروني ما بياخد دخان من حدا ما في يوقف دخان كثير هلويس يوم انت عم تشوفيه بهوية تانية هو حدا انسان عم بيقر انه هو اذنب ولكن هو كمان بحب يعبر عن حاله ويقول لك ليه وصل لهون فالالقاء دايما كان كتير كبير هول السجنة انتجوا يعني من وراهم طلع كمان 2 وثائقي صاروا برمين حوالي 74 بلد كل فيلم انعمل حصد 10 جوائز عالمية المسرحية اللي هي اليوم انعملت هي ودت لـ2 مشاريع قانون تقدموا للبرلمان اللبناني انمضوا من 7 نواب كل نايب من كتلة معينة من حزب معين قال لي الدكتور من زمان يا طفيلي وقف مخدرات انت عندك مشاكل اعصاب قلت له سبب الاعصاب عدم تعاطي المخدرات أنا ما عندي مشاكل أعصاب مشاكل أعصاب بتصير معي لما وقف لما توقف بتصير تهلوس اللي ببطل دخان بتصير يقاتل بهلوس كتير حلو انه هو عم تخليهم يطلع الستريس من جسمهم يعترفوا بالشيء اللي ما بيعترفوه لنفسهم وعم يعترفوه على العالي عم يسامحوا نفسهم وعم يسامحوا غيرهم دكاش عم بتوصل انه المساجين عندهم حالة نفسية خاصة وبالتالي لازم نحن بقانوننا يكونوا عم ياخذوا بعين الاعتبار هذا الشيء بس يطلعوا لبرر هذا الموضوع حيكون كتير فيهم انا حقيقة حضرت المسرحية لايف وقت عرضتها بأيار الماضي وكانت كتير حلوة ورائعة انا شفت اوريدي المسرحية بالحبس ولحقت كل شيء في مسرحيات عملتهم بالحبوسة زينة وكتير بعتقد بالدراما ثيرابي كانت حطني حدا ونلف بورقة هالعريش أنا من أولتي بحب كل شي لاف جعانة أمي الوحيدة اللي كانت تدلعني الله يرحمها تعيش خليلك أهلك يا رب تكون شكل معين من الطين أمر صعب فكيف إذا عملت قصة كاملة مع حياة كاملة وأحساس وموسيقى هيدا الجو اللي خلقته مجموعة كهربا على نفس المسرح لتترك للجمهور حرية تلقي الرسالة وأصل الحكاية كتير عظيم اللي شفناه وخصوصا من شيء مصنوع من طين ومن صنع الانسان مشغول من كل قلبه للشخص اللي عم بيحرك الطين عمل حلو كتير 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 مذهل ما فيك تعبري عن جد بالحكي اللي عم يعملوه كتير ذكي وكتير حلو بعتقد انه بدي اقعد هلا شي ساعة اصفن وفكر مش اول عرض بحضره لكوليكتيف هربا وكل مرة امبرس من بعد اكثر من مرة بيشتغلوا على الفيجوالز طريقة رائعة على القصة على كل شيء كان كتير دقيق وهيك شيء بيفوت على القلب دغري